بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة ستكون بعنوان عملية اتخاذ القرارات. وقبل أن نستعرض هذه موضوعات هذه المحاضرة، لابد أن نعيد ذاكرتكم إلى المحاضرة السابقة، والتي كنا نتكلم فيها عن التسجيل، وتحدثنا فيها عن مفهوم التسجيل وأهمية التسجيل وأنواع التسجيل، وأيضا أعطينا أمثلة للتسجيل لإحدى الاجتماعات في مؤسسات طريق التنظيم المجتمع، وكذلك لتقييم أو تقدير المؤسسة، نموذج التقرير الذي نكتبه عن المؤسسة لكي نقوم بتقديرها أو تقييمها. فكانت هذا كل هذه الموضوعات كانت خاصة بالتسجيل في المحاضرة السابقة. اليوم سنتناول موضوع جديد من وظائف الإدارة، وهو عملية اتخاذ القرارات داخل مؤسساتنا الاجتماعية. طبعا علماء الإدارة اهتموا بدراسة القرار الإداري، باعتبار أن القرار يعتبر من أهم الأدوات اللي بيستخدمها القادة الإداريون، لأنه الإدارة ما هي إلا قرارات صادرة عن المدير أو عن الإدارة ومجلس الإدارة وغير ذلك من أجل تنفيذ هذه القرارات. فلذلك القرارات كلها هدفها وتحقيق أهداف المؤسسة. كل القرارات التي تتخذ داخل المؤسسة من القائد الإداري لها والجماعة داخل المؤسسة، العاملون داخل المؤسسة، ومن أجل تحقيق أهداف المؤسسة. ولذلك القرارات هي تنظم لنا العمل داخل المنظمة. طبعا لذلك من هنا نجد أن عملية اتخاذ القرارات تعتبر من صميم العملية الإدارية، وتعتبر عنصر أساسي من العناصر التي الوثيقة التي لها صلة بالقادة والقيادة داخل المؤسسة. عملية اتخاذ القرارات، يعني هنا بدنا نعطيكم تعريف لأساتذة لنا يرحمهم الله إذا توفاهم الله، وندعو لهم يعني دائما بالخير. و الدكتور عبد الكريم درويش وليلى تكلة، هذول طبعا علماء من علماء الإدارة وأساتذة درسونا يعني في مراحل البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية. فالدكتور عبد الكريم درويش وليلى تكلة هذه زوجته، بتكون زوجته، وعلماء في الإدارة. فلذلك نعطيكم التعريف، وخاصة كانوا في الإدارة العامة. الإدارة العامة المقصود بها الإدارة الحكومية العامة في المؤسسات الحكومية. فقالوا هنا طبعا بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات، يعني لابد أن يكون اتخاذ القرار يعني معبر عن أفضل البدائل، لأن القرار يتم اتخاذه من عدد من إيه؟ من البدائل. فلذلك هنا فقالوا المقصود بترشيد عملية اتخاذ القرار أن يتخذ القرار من بين أفضل البدائل اللي تتوخى أفضل السبل لبلوغ الهدف الذي من أجله اتخذ القرار. واضح؟ يعني بيكون عندنا عدد من البدائل، من هذه البدائل نتخذ اللي هو أفضل البديل، فهذا يعتبر إيه؟ القرار من أجل تحقيق الهدف. عملية اتخاذ القرارات تتأثر دائما بظروف المجتمع وأيديولوجيته وعقيدته، وأيضا شخصية القائد الإداري نفسه وبما له، وأيضا الأجهزة الموجودة أيضا التنفيذية والأجهزة الاستشارية ومدى كفاءة هذه الأجهزة الإدارية والاستشارية وتعاونها من أجل ترشيد القرارات الإدارية وتكامل عناصرها الفنية والقانونية. هذا بالنسبة لمفهوم اللي هي اتخاذ القرار أو القرارات. نأتي الآن إلى الأسس التي يقوم عليها عملية إصدار القرارات الإدارية. إيش هي الأسس اللي يقوم عليها عملية إصدار القرارات الإدارية في مجتمعاتنا الديمقراطية؟ مش الدكتاتورية، الديمقراطية. تعتمد على الشورى.
موافقة لأهداف المجتمع والسياسة العامة للدولة. بالضبط، القرارات الإدارية لابد أن تتفق مع إيديولوجية المجتمع ومع أهداف المجتمع، لا تكون بعيدة عن أهداف المجتمع، لأنه لو كانت بعيدة بكون تناقض. احنا لا نريد ان تناقض، لابد يكون الاهداف او القرارات التي يتم اتخاذها داخل المؤسسة تتفق مع ايديولوجية المجتمع ومع اهداف المجتمع ومع الفلسفة اللي بؤمن بها المجتمع ومع السياسة العامة للدولة. هذا بالنسبة للأسس اللي بتقوم عليها عملية إصدار القرارات اللي هو الأساس الأول. طيب نريد أن نصل إلى الأساس الثاني. فضل. بالنسبة للأساس الثاني أن تتكامل عناصرها الفنية وتكون صالحة للتنفيذ القرارات الإدارية. العنصر الفني أو العناصر الفنية الخاصة بالقرار أن تتكامل وتكون ويكون هذا القرار ليس خياليا بل يكون صالحا للتنفيذ داخل المؤسسة وأن يكون واقعيا هذا القرار. هذا من الأسس أو الأساس الثاني اللي بتقوم عليه عملية إصدار القرارات. تتكامل العناصر الفنية ويكون القرارات صالحة للتنفيذ، بمعنى أنه يجب أن تتمشى في جميع مراحلها مع الظروف التنفيذية للعمل. الظروف التنفيذية أن القرار الذي يتم اتخاذه داخل المؤسسة من عدد من بين عدد من البدائل أن يكون قابل للتطبيق وقابل للتنفيذ داخل المؤسسة، وألا يكون خياليا غير واقعي، واضح، بل يكون واقعيا وقابل للتنفيذ. هذا الأساس الثاني. نعم. لقيت لو مثلا مؤسسة تكون مثلا بوضع مثلا خطة، ولكن في المصادرة تبع الخطة حط أشياء تقدر تقول في الواقع الحالي خيالية وفي المستقبل بنطبقها. يعني مثلا الجامعة الإسلامية لما كانت قبل 8-10 سنين عالم مخطط للمباني الناس تحكي عنها خيالية، اليوم أصبحت حقيقة. معلش، هذا تخطيط، أنا بأقصد الوقت الحاضر، يعني يكون القرار ينطبق مع ظروف مع المؤسسة كتطبيق. بالضرب الرائع ما أخذش قرار وإن تطبيقه ممكن، هذا يكون قرار استراتيجي، قرار استراتيجي لخطة مستقبلية. يعني الجامعة الإسلامية ممكن تضع كان في خطتها عندما كانت مبانيها من الخيام ومن البركسات، تقول من قراراتها المستقبلية. يعني إيش قراراتها المستقبلية؟ الخطة الاستراتيجية للمستقبل أن يكون لها المباني والأشياء اللي احنا الآن بنعيشها، اللي هي المباني الحضارية التي نعيشها بمباني الجامعة ومختبراتها وملاعبها وكل أدوات القاعات اللي فيها المؤسسة، بل أيضا حتى هذه المحاضرة لم نستطع في الزمن الماضي أن نقوم بتصويرها مثل هذا اليوم، مثل اليوم الذي نجلس فيه ونصور المحاضرة لكم. في الزمن الماضي كان الأستاذ يجلس مع طلابه في الخيمة وفي فناء الجامعة بدون سقف، السقف والسماء ونفترش الأرض. فلذلك اليوم الحمد لله تغيرت هذه الأمور. ولذلك في الزمن الماضي عندما كنا في الخيام وندرس الطلاب وفي البركسات وغير ذلك، كان حلمنا أن تكون الجامعة بمثل هذه المباني، والحمد لله تحقق الحلم. هذا نسميه تخطيط استراتيجي، تخطيط استراتيجي المستقبل. والله أعلم، قد يكون الواقع في المستقبل أن يكون التخطيط في المستقبل أفضل مما هو عليه اليوم أيضا، ويكون الأجيال القادمة كمان أفضل من الأجيال الحاضرة. بكون تخطيط استراتيجي بكون بمعطيات المؤسسة، يعني مثلا إمكانيات المؤسسة كذا. نعم. فكانت إمكانيات الجامعة الإسلامية بالنسبة للموظفين كذا، فكانتش إمكانيات. لم تكن طبعا. يوم من الأيام حيصير الأمر. بالضبط. كلام سليم. حلم، ما هي ما إحنا نريد أن ما هي طبعا الأحلام كويس، احنا نشجع ذلك، ولكن على ان هذه الاحلام ان تتحقق. ولذلك هذا بدين دائما اي مشروع، يعني زيكم مثلا الان، مثل انتم الان تدرسون وتجلسون في هذه القاعة وسجلتوا الخدمة الاجتماعية في الفصل الاول والمستوى الاول ونجحتوا، والان انتم في المستوى الرابع، هدفكم ايه؟ مش الحصول على بكالوريوس خدمة اجتماعية؟ كان في الاول حلم فأصبح اليوم اقترب من الحقيقة. ولذلك هذا يعني اليوم أي إنسان له طموح لابد أن يسعى إلى تحقيقه، ممكن أن يكون حلما
وأيضا يتحول هذا الحلم إلى حقيقة. ولذلك هذا في قول الشاعر يعني عندما كان يصف يعني الحلم وخاصة في المشاريع العظيمة والتي لها يعني دور فعال للدولة. فإيش الشاعر بيقول عن أي مشروع يمكن الإنسان أن يريد تحقيقه أو الدولة تريد تحقيقه أو المؤسسة أو أي؟ كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالة. ها إذن أول شيء هو الإنسان والدول والمؤسسات فعلا تكون مشاريعها حلم. ولذلك نحن هنا في الجامعة الإسلامية ما نعيشه اليوم في بالنسبة للزمن الماضي كان حلما كان حلما، فاليوم أصبح هذا الحلم حقيقة بالأقسام المختلفة والتخصصات المختلفة واليوم الكليات المختلفة وأيضا المباني المؤسسة وأيضا القاعات هذا كان كله بتحول إلى حقيقة طبعا. فأيضا أنتم قد مش البكالوريوس أيضا قد يكون لكم حلم أكثر من البكالوريوس وهو الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وقد تتحقق، لكن على الإنسان أن يسعى من أجل تحقيق هذا الطموح الذي يسعى إليه. فإن شاء الله كل شيء يتحقق للإنسان بالإرادة، أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بإرادة الإنسان وبأي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وثم إرادة الإنسان أن يكون متوكلا على الله أن يكون متوكلا على الله في كل خطواته ومشاريعه. وإن شاء الله ربنا لن يخيب لأحد ذلك إذا كان يعمل، وطبعا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل، فلذلك ما قلت هو يكون تخطيطا استراتيجيا من أجل الوصول إلى تحقيقه. واضح؟ لا تحسبن المجد طبعا تأكيده. نعم بالضبط. خلينا في المقومات في الأسس اللي بتقوم عليها عملية إصدار القرارات. قلنا الأساس الثاني، الأساس الثالث ألا تتعارض القرارات من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع مع القوانين شكلا وموضوعا. يعني في نظم، في لوائح داخل المؤسسة، فلذلك من هنا القرارات لا تتعارض مع نظم وقوانين المؤسسة، لابد أن تكون موضوعيا وشكليا تتلائم مع القوانين سواء كانت قوانين المؤسسة أو قوانين المجتمع. فهمنا الأسس؟ هذه كلها من الأسس اللي تقوم عليها عملية إصدار القرارات الإدارية. ثلاث أسس لابد أن نعتني بها، تكون متمشية مع فلسفة المجتمع وأيديولوجيته، أن تكون عناصرها الفنية صالحة للتطبيق والتنفيذ، أيضا أن تكون من حيث القرارات يعني شكلا وموضوعا لا تتعارض مع قوانين المؤسسة والمجتمع. ننتقل إلى مقومات عملية اتخاذ القرارات. في عندنا مقومات، ودائما لما نقول المقومات هي الدعائم، أي شيء له مقومات، هذا المبنى له مقومات يقوم عليها. إذا أيضا في عندنا مقومات عملية اتخاذ القرارات. فعندنا عملية اتخاذ القرارات نعم لا هذه عملية اتخاذ القرارات نعم احنا عرفنا عملية اتخاذ القرارات في بداية المحاضرة وقلنا هي بتكون يعني اتخاذ القرار يكون من عدد من البدائل، فبنختار البديل الملائم لحل المشكلة افضل البدائل. واضح؟ والان بدنا عملية اتخاذ القرارات بتضع السياسة العامة والسياسة الادارية وطبعا القرارات المنفذة لها لتحقيق الاغراض والاهداف التي ترتضيها الجماعة داخل المنظمة. ولذلك القرارات الإدارية يعني السليمة دائما هي القرارات المستمدة من ضمير المنظمة والمعبرة عن اتجاهات المنظمة النابعة من المنظمة. هذه العمليات القرارات يعني لا تعارض أهداف المنظمة وسياستها العامة. في عندنا مقومات، ما هي هذه المقومات؟ في عندنا أربع مقومات لعملية اتخاذ القرار. ما هي المقومات الأربعة؟ سنعرضها ثم نناقشها كل مقوم على حدة. أول هذه المقومات هي القرار، أولا القرار الإداري أساس إرادة الجماعة وسنشرح ذلك وسنوضح ذلك. المقوم الثاني، كل طالب بده يقول لي مقوم، المقوم الثاني ما هو؟ يختار
ها من بين بديلين او عدد من البدائل. ايوه نمرة ثلاثة المقوم الثالث. تحديد الاهداف المراد تحقيقها. المقوم ها تحديد الوسائل والاساليب التي تستخدم في تنفيذ الوسائل والاساليب التي تستخدم في تنفيذ القرار. سناتي الان على اساس بدنا نعرف كل مقوم من هذه المقومات. لو جينا للمقوم الاول القرار الاداري اساسه اراده الجماعه. المقصود بذلك يعني ان يتفق القائد مع الجماعه فعلى اتخاذ القرار. واضح؟ يكون القرار الاداري هم المختار من قبل قائد الجماعه من قبل القائد في المؤسسه ومن قبل الجماعه، وهذا اللي بيقول عنه الشورى. لابد ما بين القائد والجماعة أن يكون هناك شورى واتفاق على اتخاذ القرار، ولذلك بكون أساسه إرادة الجماعة ما بين القائد والعاملين داخل المؤسسة. هذا المقوم الأول، لأنه لو كان القائد يصدر قرار والجماعة لا توافق على ذلك أو القرار لا يتلائم معها ومع قدراتها ومع أفكارها ومع خبراتها الفنية والمهنية وغير ذلك، هل هذا ينجح القرار؟ لا ينجح. فلذلك من هنا نقول القائد الناجح والذي يتفاعل مع جماعته مع العاملين داخل المؤسسة ويتشاورون مع بعضهم البعض تطبيقا لقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر حتى ينجح العمل الإداري داخل المؤسسة، فتقوم على أساس الشورى. فلذلك من هنا تتحقق إرادة الجماعة، فالقرار لابد من مقوماته أن يعبر عن إرادة الجماعة قائدا وأعضاء وعاملين داخل المؤسسة. هذا المقصود بالمقوم الأول حتى يكون القرار الذي يتخذ قرارا ناجحا يحقق أهداف المؤسسة. هذا كل ما يتعلق باللي هي موضوع القرار الإداري أساسه إرادة الجماعة. أيضا لابد يكون القرار مش بس بتحقق مع إرادة القائد والجماعة، أيضا الناحية الثانية أن يتفق القرار مع إرادة المجتمع أيضا وفلسفة المجتمع وأهداف المجتمع بحيث ألا يكون بعيدا وأن يكون متناقضا مع أهداف المجتمع. لا، لابد القرار يعبر عن إرادة الجماعة متمشيا مع إيه؟ مع أهداف المجتمع وإرادة المجتمع. وهذه طبعا متمثلة في ماذا؟ في أحكام القانون وأيضا كل ما يتعلق. فلذلك من هنا إذا لم يتوفر هذا الأساس في هذه الحالة بكون القرار يعني ما لهش أي مقوم. واضح؟ فلذلك من مقوماته هو أن يعبر عن إرادة الجماعة وأن يتفق مع مين؟ مع إرادة المجتمع وأهداف المجتمع. هذا هو المقوم الأول. المقوم الثاني من مقومات عملية اتخاذ القرار أن يختار القرار من بين بديلين أو أكثر. يعني أحيانا نريد اتخاذ قرار معين، طيب هو أصلا عملية اتخاذ القرار من أجل حل مشكلة أو تحقيق أهداف للمؤسسة هو لازم يكون عندنا بدائل من أجل أن نختار البديل الملائم، ومن هنا بنقول عملية اتخاذ القرار. لكن لو ما فيش عندنا بدائل اذا هنا ما فيش عمليه القرار، خلص متخذ خالص، ما فيش تفكير، خلص بيقبل قرار واحد. لكن احنا لما نصل الى يعني حل مشكله معينه ويكون عندنا عدد من البدائل، هنا بدنا نعمل ايه؟ اولويات واختيار بين البدائل كلها، فهنا بنسميها عمليه ايه؟ اتخاذ القرار من بين البدائل الموجوده سواء كان بديلين او اكثر. لكن لو كان بس عندنا بديل واحد ما خلاص يتخذوا خالص، ما بنقولش والله في عنا قرار او خلاص اتخذوا خلاص. لكن لما يكون عندنا بديلين في الحالة هذه هنا نفكر اي القرارات اي البدائل افضل من البديلين او العدد البدائل الموجودة حتى نصل الى تحقيق الاهداف المرجوة للمؤسسة. فمن هنا بنقول ايه؟ عملية اتخاذ القرار لابد أن يكون من بين بديلين أو أكثر. أساس بدك تختار برضه القرار اللي يكون بأقل تكلفة وأفضل أداء. طبعاً. نعم. نستمر في عملية مقومات عملية اتخاذ
القرار. فالمقوم الثاني أن يختار القرار الإداري من بين بديلين أو أكثر. هذا هو، فلذلك هذا يعتبر مقوم، أن يكون عندنا عدد من البدائل، فمن بين هذه البدائل أن نتخذ القرار الملائم والمناسب من أجل تحقيق أهداف المؤسسة. في عندنا أيضا من المقومات عملية اتخاذ القرارات أو القرار، لابد القرار يعني المراد اتخاذه يكون هادفا، لابد أن يكون هادفا، لأنه بلا هدف ما الفائدة من القرار. فلذلك حتى نتخذ البديل الملائم من عدد من البدائل اللي بنسميه القرار، لابد أن يكون هادفا يحقق لنا هدف للمؤسسة أو مجموعة من الأهداف، سواء هدف أو مجموعة من الأهداف يحقق لنا هذا القرار الذي نتخذه من عدد من البدائل. فلذلك من مقوماته أن يكون هادفا، واضح؟ وهذا طبعا الأهداف أو الهدف أو مجموعة الأهداف لابد تتفق مع السياسة العامة للمؤسسة ومع سياسة المجتمع والدولة أيضا ككل، وهكذا. هذا كله في إطار إيه؟ اللي هو النظام الخاص بالمجتمع وأهداف المجتمع العامة والقانون الذي يحكم المجتمع. نعم. أجد أستاذ بالنسبة لاتخاذ القرارات. نعم. أجد إحنا برضو كمان نتخذ قرار أفضل، برضو إنه في تحديد الأهداف والأولويات. نعم. يعني ممكن نختار قرارات على الأهداف الأكثر أولوية. نعم. يعني يتم اتخاذ قرارات على الأهداف الأكثر أولوية. نعم. بلا شك هنا عند الأهداف بدنا نعمل أولويات ونشوف أي الأهداف بدنا نحققها في الأول حسب أولوياتها وأهميتها للمؤسسة وللمجتمع لتحقيقها، وعلى بناء عليها بنحدد إيه اتخاذ القرار، واضح؟ وهكذا. فلذلك من مقومات القرار إنه لابد أن يكون هادفا يحقق لنا هدف أو مجموعة أهداف تتلائم مع سياسة العامة للمؤسسة وللمجتمع، واضح؟ وألا تتناقض عن أهداف وسياسة المؤسسة والمجتمع. في عندنا من مقومات عملية اتخاذ القرار تحديد الوسائل والأساليب التي تستخدم عند تنفيذ القرار. في عندنا وسائل وأساليب كيف بدنا ننفذها، فلذلك لما نحدد هذه الوسائل، هذا مش بدنا نتخذ قرار وبس ونحدد الهدف تاعه بس فقط، لا، لابد أن يكون هناك وسائل، وهذه الوسائل تعمل على تحقيق هذا اللي هو القرار. فما هي الوسائل؟ بدنا نبدأ إيه نحددها. فلذلك من هنا لابد نحدد هذه الوسائل من أجل أن نستخدمها عند تنفيذ القرار. القرار الذي يفعل يعني دائما أو يعني إلى الإشارة الخطة سوف تتبع عند تنفيذه وإلى أسلوب طريقة هذا التنفيذ، لا يعتبر قرار بل أقرب إلى الوعود والأحلام، واضح؟ فلذلك القرار اللي ملوش وسائل وأساليب من أجل تنفيذه وبنتخذه يعني خلاص بس اتخذنا قرار لكن لم ننفذه، ما يعني بس حلمنا أنه نتخذ قرار فقط، لا، لابد يكون هناك وسائل نستخدمها من أجل تنفيذ القرار. نعم، هذه أيضا من مقومات القرار أن يكون قابل للتنفيذ عن طريق الوسائل اللازمة لتنفيذه، وألا نتخذ قرار ونضعه في المكتب ودرج المكتب عند القائد الإداري أو المدير الإداري فقط، لا، لابد أن يكون هذا القرار قابل للتطبيق. وكثير من القرارات تتخذ أحيانا في بعض المؤسسات ويوضع في درج الرئيس أو درج مدير المكتب، وهذا خطأ. القرار الذي تم الاتفاق عليه ما دام صالح للتطبيق وهناك وسائل معروفة عندنا لتنفيذه، لماذا لا ننفذه ما دام هذا القرار يساعد على تحقيق هدف أو مجموعة أهداف للمؤسسة؟ فلذلك من مقومات القرار لابد أن يكون له وسائل معينة من أجل تنفيذه داخل المؤسسة، واضح؟ وتطبيقه حتى يمكن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال هذا القرار أو مجموعة الأهداف اللازمة للمؤسسة من هذا القرار، واضح؟ طيب، هذه كلها بنسميها مقومات عملية اتخاذ القرار. في حاجة اسمها مراحل صنع القرار الإداري وإصداره،
مراحل صنع القرار. احنا بنعمل في مؤسسات اجتماعية بدنا نعرف كيف بدنا نتخذ القرار داخل المؤسسة، كيف نصنع القرار الإداري داخل المؤسسة. في عندنا مراحل معينة لصنع هذا القرار. أولى هذه المراحل، أولا لابد من تحديد المشكلة، وأهم شيء المشكلة أو الموضوع المراد البحث فيه علشان نتخذ فيه قرار. لابد نحدد المشكلة، وهنا طبعا حندرسها بالتفصيل تحديد المشكلة. أيضا من مراحل صنع القرار، كل طالب بده يقرأ لي ويقول لي إيش المرحلة الثانية من مراحل صنع القرار. إحنا قلنا تحديد المشكلة. وليد، ما المرحلة الثانية؟ نحدد المشكلة، نجمع البيانات الكافية عشان نقدر بعد نجمع البيانات اللي نوصل لحلها كي نساعد اتخاذ القرار. إذن نجمع البيانات حول ماذا؟ المشكلة. المشكلة. المرحلة الثالثة. كل طالب بده يقول لي مرحلة، ما هي أمامكم؟ المرحلة الثالثة ما هي؟ قول يا ابني. إيجاد الحلول البديلة ومناقشة أولوية الحل الأمثل. إيجاد الحلول البديلة ومناقشة أولوية الحل الأمثل. ماذا أيضا؟ المرحلة الرابعة، آخر مرحلة ما هي؟ اختيار أفضل البدائل لحل المشكلة واتخاذ القرار ووضعه وموضع تنفيذه ومتابعة أثاره ونتائجه. بالضبط، اختيار أفضل البدائل من أجل اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه إلى آخر وتقويمه. هذه النقاط بنسميها مراحل صنع القرار الإداري. سنأتي الآن لكل مرحلة من هذه المراحل ونشرحها بالتفصيل. المرحلة الأولى عندما نقول مرحلة تحديد المشكلة، ماذا تعني تحديد المشكلة؟ المشكلة يعني ممكن تواجه مثلا المؤسسة مشكلة معينة لكن مش معروف بخصوص ايش ال، فتحديد المشكلة هو وضع يعني وضع يد المسؤولين على المشكلة بشكل خصوص. نعم، أهم حاجة في خطواتنا العملية في حياتنا العملية في المؤسسات الاجتماعية علشان نتخذ قرارات، لازم نشوف الموضوع المراد اتخاذ القرار من أجله، اللي احنا بنسميه أحيانا المشكلة اللي ممكن نتخذ القرار من أجلها ونصل إلى حل لها. فمن هنا هذه مرحلة مهمة جدا تتوقف عليها كل باقي المراحل الأخرى. إذا لم نحدد المشكلة تحديدا دقيقا وسليما سيكون لا نستطيع أن نحدد القرار السليم لعلاجه. فلذلك من هنا لابد أن نحدد الموضوع المراد دراسته أو نحدد المشكلة المراد دراستها والوصول إلى حل لها واتخاذ قرارات من أجل حل لها. ولذلك تحديد المشكلة مهم جدا. على سبيل المثال أنتم في أبحاث التخرج عندما نطلب منكم زي ما طلبنا بحوث التخرج، يعني دائما اختار موضوع البحث أو مشكلة البحث تجلس فيها وقت ليس قصيرا بل وقت طويل وأنت تفكر في كيف تختار الموضوع، لأن اختيار الموضوع يترتب عليه التنفيذ. فلذلك من هنا في مؤسساتنا الاجتماعية من أجل أن نصنع القرار في داخل المؤسسة لابد أن نحدد الموضوع المراد دراسته والمشكلة المراد يعني حلها داخل المؤسسة. فمن هنا المرحلة الأولى من أجل صنع القرار هو تحديد المشكلة. تحديد المشكلة نسميها، ما هي المشكلة المراد يعني الوصول إلى حلها. فمن هنا نأخذ القرار من عدد من البدائل الموجودة من أجل تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه من عدد من البدائل والأنسب إلى مواجهة المشكلة التي تم تحديده. إذن من هنا المرحلة الأولى لصنع القرار الإداري هو تحديد المشكلة. وهكذا بعد تحديد المشكلة المراد علاجها من خلال القرار المتخذ في مرحلة يعني دائما من ضمن حل المشكلة تحديد المشكلة نعم من ضمن تحديد المشكلة بدك تشكل على صناعة قرار إصدار قرارات بالنسبة للمشكلة الإدارية. بالضبط. تحديدها بشكل واضح دقيق وموقف القائد الإداري. واضح ودقيق. نعم. يصنف لنا بالنسبة للمعالج كيف نحدد. بالضبط. يعني من كافة جوانبها نحدد المشكلة من كافة جوانبها. المرحلة الثانية جمع البيانات والمعلومات ودراستها وتحليلها.
أيضا هذه مرحلة ليست هينة، لأنه بعد ما حددنا المشكلة لازم نجمع المعلومات حولها، ما هي البيانات اللازمة لحلها، فبنجمع البيانات، بنفرغ البيانات إذا كانت عملية، بنحلل البيانات، بندرس البيانات حول الموضوع المراد دراسته هذه والمشكلة المراد يعني الوصول إلى حلها. فهذه بنسميها اللي هي بنك المعلومات حول إيه المشكلة المراد الوصول لحل لها. فهذه مرحلة ثانية، جمع البيانات ودراسة ودراسة هذه البيانات وتحليلها، واضح؟ مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي استعراض ودراسة الحلول البديلة. خلاص ما دام جمعنا البيانات حول المشكلة ودرسناها وحللناها، إذا هنا بدنا إيه؟ المرحلة الثانية نستعرض وندرس الحلول البديلة. في عندنا عدد من البدائل لحل المشكلة، بديلين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أي البدائل نختار هو هنا إيه؟ القرار. أي البدائل من التي عرضت الآن بعد تحليل المشكلة، بعد جمع البيانات وتحليل والتحليل، في عندنا اللي هي بدائل لحل المشكلة، فعندنا عدد من البدائل. فهذه المرحلة الثالثة هي استعراض هذه الحلول من بين البدائل، فأي البدائل نختار تكون هي إيه؟ القرار. أي البدائل الأفضل لحل هذه المشكلة يكون هنا هو القرار للحل. وهذه المرحلة الإيه؟ الثالثة، اتخاذ القرار الملائم لحل المشكلة، ها، والقرار من عدد من بين عدد من البدائل، وهو يكون ملائما ومناسبا لحل المشكلة التي تم تحديدها. المرحلة الرابعة اختيار أفضل البدائل لحل المشكلة واتخاذ القرار. خلاص آخر مرحلة من بين البدائل، مش حددنا البدائل المرحلة الثالثة علشان نحل المشكلة، المرحلة الرابعة بدنا نختار أفضل البدائل، ما هو البديل الملائم والمناسب لحل المشكلة. خلاص بعد ما عملنا إيه؟ بدائل كثيرة للحل، بدنا الإيه؟ نختار البديل الملائم من عدد من البدائل عندنا، نختار الإيه؟ البديل. هذا هو القرار لحل المشكلة، وبعد ذلك نبدأ في تنفيذه. لما نتخذه خلاص نبدأ بقبه هو التنفيذ الحل، خلاص لأنه تم اتخاذ. هذه مراحل صنع الإيه؟ بنسميها القرار داخل المؤسسة. إذا فهمنا المراحل، لما نقولكم سؤال ما هي المراحل اللازمة لصنع القرار داخل مؤسساتنا الاجتماعية، نعرف نجاوب عليه ولا لا؟ نعرف، سهل جدا، نعرف مفهوم القرار ونعرف إيه مراحل صنع القرار داخل المؤسسة الاجتماعية كما ذكرناه لكم. نعم، طيب بتم عندنا، طيب نقف إلى مراحل صنع القرار، وإن شاء الله باقي موضوع يعني المصاعب تحت صنع القرار نأخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في هذه المحاضرة يعني تم استعراض مفهوم القرار وأيضا عملية اتخاذ القرار وأيضا مراحل صنع القرار، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى موضوعنا في اللي هو ما اتخاذ القرارات.